هل يجوز صلاة ركعتين بعد الأذان الأول للجمعة وقبل الأذان الثاني الذي هو صعود الخطيب على المنبر؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، تخصيص هذا الوقت بركعتين ليس بوارد، إنما تصلي إذا دخلت المسجد ما كتب الله لك أن تصلي. أما الأذان الأول بهذه الطريقة الذي قبل صعود الخطيب على المنبر بنحو من 5 دقائق، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن عثمان رضي الله عنه، وإنما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الأول هو بعد صعود الخطيب على المنبر، والأذان الثاني الذي هو الإقامة. أما عثمان استحدث أذانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرته قبل الظهر بما يقارب ساعة على الزوراء لإعلام أهل السوق بدخول الوقت، والله أعلم.